طبعا بالنسبة للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، الحقيقة ثقافته ثقافة مسؤولية اجتماعية، وأيضا دور رؤية المملكة 2030 حقيقة حفزت القطاع الخاص في جانب الإحساس في المسؤولية الاجتماعية. لدينا في القطاع الخاص مبادرات الحقيقة عديدة، يعني تذكر وتشكر في مكان هنا وهناك، ولكن في الغالب المبادرات هذه هي مبادرات لا نقول في جانب استراتيجي، ولكنها من جانب الثقافة الخاصة في المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها القطاع الخاص. هناك مبادرات الحقيقة كثيرة، وهناك يعني ما نقول ثقافة، احنا نتمنى أن تكون في ثقافة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ولكن هناك مبادرات وهناك جهد وهناك عمل تجاه هذا الموضوع، ونتمنى أنه من خلال الأيام القادمة أن يكون شيء أفضل حول يعني تفعيل القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية التي ننشدها ونتمناها.